بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وخير وسعادة. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض لحمة مشوية بكل تكاتها وحركاتها، نشوفها في الفيديو يا بعض يا حبايبي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا حبايبي هنجهز ويا بعض مقادير التتبيلة بتاع اللحمة. معايا فلفل أخضر، ومعايا بصل، ومعايا توم، فصين توم، ومعايا زبادي، ومعايا طماطم، ومعايا توابل اللحم، معايا توابل لحمة، توابل شاوي، ومعايا بهارات، ومع بهارات لحمة، ومعايا فلفل أسمر وكمون وشطة وورق لورا وحبهان. هنمسك البصل نفرمه في المفرمة في الكبة كده، فرمنا حبة اهوت، وهنفرم التانيين كمان كده يا حبيبي. هتحط الحبة التانيين كمان اهوت تفرمهم، ربنا يبارك فيها يا رب، ربنا يخليك يا ام مدحت، ربنا يجازيهم خير عني يا رب، هي وايمان بنت ام هنا، ربنا يبارك فيهم يا رب. تعبانه او بيه اي حاجه، هم بيصوروا وبيعملوا كل حاجه وانا معاهم، ربنا يحفظهم يا رب ويخلي اولادكم جميعا كده حبايبي. فرمنا الحبه التانيين هما، هننزلهم برضو في الصينيه، وهنفرم الطماطم نفرم الطماطم الاخرى اهو، هنفرم الطماطم ونحطها، وننزل عليهم بعلبه الزبادي وحبه زيت، وننزل بالتوابل، والتوابل فيها مرقه الدجاج برضو. هننزل بالزبادي عليهم، قلبهم في بعض وننزل بالزبادي. ادي علبة الزبادي، وننزل بالتوابل، ملح وفلفل ملح وفلفل اسمر وكمون وبهارات لحمة والسبع توابل، ومعانا بهارات شاوي، ومعايا ملح وورق لورا وحبهان. هننزل باللحمة بقى، عادي شوية الزيت ونقلبهم برضو، وبعد كده ننزل باللحمة بقى قطعة قطعة كده، نقلبهم حلو عشان كله يشرب من بعض. والتتبيلة دي يا حبايبي مبيتها يوم بليلة كده في التلاجة، تقوم اللحمة تبقى معاكي طرية وحلو. تمسكها قطعة قطعة كده بتتبليها حلو، وتعمليها في التتبيلة اللي انت عاملاها دي، وبعد كده بتقلبوا كلهم في بعضهم، والصينية تغلف بورقة فويل حلوة كده ولا ورقتين، وتدخليها عشان ايه تبقى محكومة حلو، ما تتفعلش مع حاجة في التلاجة، وتدخليها تلاجة تبقى يوم بليلة كده، بتبقى كويسة. مستعجلة وهتعملها في يوم، هتبقى انت متبلاها من الصبح وتشوها اخر النهار، بس احنا ايه متعودين يعني، بنبقى عارفين اننا هنشوي بكرة، بنبقى مظبطين حالنا من قبلها بيوم، تطلع معاكي جميلة وطرية ولذيذة زبدة كده حبايبي. بألف صحة يا رب العالمين، واحلى قطعة لحمة تجيبيها تشويها بتبقى جميلة جميلة كده اهوت. هنغلفها سوا بقى، كده يا حبيبي، وهندخلها التلاجة، نعمل نجهز مع بعض الرز، وهندخل دي التلاجة ونجهز مع بعض الرز بقى. جبنا حطينا الحلة على النار، هننزل عليها بالسمنة والزيت، ننزل في قلبها بالسمنة وزيت، تقدح يا حبايبي حلوة كده، تاخد راحتها في القدحان. كده هنعمل رز بسمتي. مقاديره معايا سمنة وزيت، معايا بصل قطع، معايا توابل لومي وقعود قرفة، معايا ورق لورا، معايا كركم، معايا مرق دجاج، معايا تتبيلة توابل كده بجيبها من عند العطار لرز البسمتي مخصوص، خلطة رز بسمتي. او خلطة الكبسة يعني، انت هي بتبقى مديالها طعم جميل يعني، مديال الرز طعم جميل، بتجيبها من عند العطار. هننزل بقى بالبصلة، تاخد راحتها في التشويحة حلو،
قبل ما تنزلي بالتوابل بتدي البصلة ايه تشويحة كويسة. تدبل معاكي وبتبقى كويسة وجميلة كده، بتنزلي براحتك بقى انت كده بالتوابل عليها وتقلبي برضو تاخد راحتها كده وريحة التوابل تطلع، ومعاكي الملح برضو، بس تبقي ملاحظة وانت بتنزلي التوابل والملح انك حاطة ورقة مرقة، فبتعملي حساب الملح عشان الحاجة ما تطلعش حادقة منك. كده برضو هنقلبها ونسيبها براحتها. هنولع اللحمة شوية على البوتاجاز عشان ما تروحيش تاخديها من كده، بس كل واحد حر. انا بولع عليها شوية وبتطلع جميلة زي الزبدة، واحلى نفس واحلى لحمة بصراحة. في ناس بتشويها كده ما بتستويش، يقعدوا يشدوا في الحتة كده ومحروقة ومفحمة ومش مستوية، لكن انتي متبلاها شية شربة من تتبيلتها تمام التمام، بتحطيها تلت سوا على البوتاجاز يعني، بتحطيها شوية غلوتين تلاتة كده، وبتنزليها بقى للفحم براحتها، والفحم بيبقى نار هادية ما تشعلش عشان ما تحرقهاش. كده غسلنا الرز يا حبايبي اهو، وهننزل ايه، ننزل بقى بالتوابل زي ما قلت لكم عليهم اهو، لومي وقرفة ورق لورا، معاكي كركم، معاكي تتبيلة الخلطة بتاع الرز بتجيبها من عند العطار، ومرق الدجاج. الملح بقى بتنزلي براحتك بالملح عشان ايه، انت حاطه هتحطي واحدة مرق. نزلنا بالرز يا حبيبي، نسيبه بقى يشوح، نقلبه حلو ونسيبه يشوح برضه ياخد راحته خالص على البوتاجاز في التشويح. كل ما تشوحي الرز ده الهندي او البسمتي او اي نوع انت بتعمليه يعني، ده يطلع معاكي احلى رز ولونه جميل كده يا حبيبي. نشوحه، هتشوحه كويس جدا كده براحتها، ربنا يحفظك يا رب يا غالية، وخليكي ليا وخليك توت. انا غطيها برضو ونسيبها تتشوح براحتها. اللهم لك ألف حمد وألف شكر يا رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها. هنكشف بقى يا حبيبي كده ونقلبه كمان مرة. لما تلاقي خدت شوحة حلوة كده بقى تنزلي بإيه، بالقعد بتاعك بقى. الرز الهندي أو البسمتي ده كل كوباية أو عبار أو أي حاجة أنت بتعبري بيها الرز بتحطي اتنين منه، على كل عبار رز بتحطي عبارين اتنين مية، ده القعد المظبوط بتاعه، بيطلع معاك احلى احلى رز كده بقى. برضه هنقلبها اهوت بقى عشان ايه، هتبقى شوحت كويس بقى. شوفها كده نشوحها تمام، بسم الله ما شاء الله عليها. الميه بتحطها مغليه، ميه غليانه عشان ايه يبقى معاكي كويس، ما تحطيش ميه ساقعه على الرز. هتنزل بقى اهوت زي ما قلت لكم، كل عبارين، كل عبار رز على عبارين اتنين ميه في القاعد، يطلع احلى حبه رز معاك. نغطيه يستوي بقى وياخد راحته كده، وهتدوقه كده نشوف الحوض ايه بتاعه يطلع معاك. وربنا يحسن ما بين ايديكم حبايبي ويصلح حالكم، اللهم امين. ويجعلنا يا رب مستورين دنيا واخره، ويجعل بيوتنا مليانه وعمرانا بالخير والسعاده يا رب، ويبارك لنا في اولادنا جميعا، هي دي زرعتنا وقلعتنا، هم اولادنا، ربنا يحفظهم ويجعلهم يا رب برين بينا يا رب في حياتنا وبعد مماتنا، اللهم امين. كده يا حبايبي الرز يشرب، هنكشفه برضو كده نديله كمان تقليبه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، واخد احلى لون. هنهدي عليه بقى، نقلبه ونروح مهدين عليه بقى ونسيبه براحته خالص بقى، وبعد كده نعمل مع بعض السلطه. كده يا حباب احلى لون واحلى طعم واحلى شويه رز بصراحه يعني. تسلم ايدك يا ام مدحت، ربنا يبارك لي فيكم يا ربي حبايبي، ما نحرمش منكم. نعمل السلطه بقى يا حبايبي سوا، هيبقى معانا مقادير السلطه، معايا طماطم خياره وشطه خضراء، ومعايا خس كابتشا، ومعايا خضار مقطعين اهوت للسلطه، والتزيين اللحم.
هناخد منه كمية للسلطة والباقي نسيبه للحم، نزين بها بقى في الآخر. نعمل السلطة وبعدها نعمل الطحينة سوا برضو، ونبقى نشوي بقى. نخش بقى على الشوي، دي آخر مرحلة بقى عشان تبقى سخن كل حاجة، يبقى رز اتشرب والسلطة جاهزة والطحينة جاهزة، مظبطة حالك. والشوي تخلصي شوي تحطي أكلك بقى. ألف هنا يا حبايبي على طول، وألف صحة عليكم وعلينا وعلى أمة محمد يا رب. أحلى شوية سلطة من إيد أم مدحت حبيبتي. كده حبايبي لما بتظبطي طبق السلطه بتاعك كده، تحطي عليه بصله وتومه وتعصري عليه الليمون وتظبطي كده وتحبكيه كده، بيبقى عسل تاكلي منه ما تشبعيش. وفرح بقى الحاجه الحلوه اللي انت عاملاها، وبالف صحه على قلبك حبايبي. نخرط عليه الخس كمان، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. سمعوني الصلاة على النبي كده، وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ننساش كده دايما ذكر الله والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ده تبقى دايما مرتبة لساننا كده وكلامنا. ونحمد ربنا ونستغفر دايما، الاستغفار والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بتزيد الخير والرزق. نعصر عليها الليمون ونتبلها بقى ونظبطها حبايبي، ونركنها ونعمل الطحينة بقى. يا رب تيجي على قلبنا دايما عمران بذكر الله، وتجعلنا دايما يا رب كده وتحسن ختامنا، وتجعلنا دايما قريبين من ربنا. اللهم امين يا رب، تعمر بيوتنا بالخير وبالامان وبالحب، انا وانتو والمسلمين جميعا يا حبايبي. اللهم امين. ودعواتكم ليا دايما، دعواتكم ليا يا حبايبي كده، ان ربنا يرضينا ويكرمنا ويصلح حالنا ويهدينا ويبارك فينا، كفينا شر المرض وشر المستخبي، انا وانتو والمسلمين يا رب. واتمنى اشتراككم على القناة والدعم بالشير واللايك يا حبايبي. الشير والاعجاب بيظهر الفيديو، اتمنى يعني من حبايبي كده يدعموني كده دايما بالاعجاب واللايك كده، عشان ايه؟ والشير عشان اظهر في وسط الناس كده واظهر لكم يا حبايبي. ربنا يا ربي ما يحرمني من عيلتي الجميل كده حبايبي. نزلنا بشوية الزيت ونزلت عليهم بالزبادي وعصير ليمونة وشوية خل، وتتبلي بقى حاجتك بقى، تتبلي الطحينة بتاعتك بتطلع جميل. تحط عليها فص توم، تحط عليها عود خضار صغير براحتكم، في ناس ما بتحطش توم ولا بتحطش خضار، براحتك برضه. كده تبلناها مع بعض اهوت، طحينة شوية المية صغيرين كده على ما تفككي الطحينة عشان بتبقى ساعات جامدة في البرطمان، وبعد كده بتظبطها معاك. نروح بقى يا حبايبي كده مع بعض برضه، نخش نشوي بقى. بسم الله ما شاء الله عليها، احلى احلى حته لحمه تاكليها بقى دلوقتي. الف صحه على حبايبي وعلى اخواتي وعلى كل من شافني يا رب، وكل من سمعني الف هنا. ويا ريت كده حبايبي كلهم كده كانوا شرفوني وكلوا معانا بالف صحه يا رب. الف صحه للي كل واللي شاف كده حبايبي. بنرصها بقى كده على الشوايه، ألف صحة وهنا عليكم حبايبي وعلينا وعلى المسلمين جميعا يا رب. كده حبايبي اهوت هنرصها كلها برضه ونسد، يعني هتجي معاكي مرة اتنين قد ما انت عاملة بقى. على قد أفرادك ما بتعملي وعلى قد انتوا ما هتاكلوا. ربنا يا رب يبارك لكم في كل حبايبكم ويصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين. واحلى حته لحم، شمين الريحه اللي طالعه دي ولا لا بقى؟ اللي شامم يقول انا شميت، ويصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك يا حبايبي.
بارك لكم يا رب في صحتكم وعافيتكم واولادكم ومالكم وحالكم كل حاجه عندكم، وانا معاكم يا رب العالمين. احلى اخوات في الدنيا بحال كده حبايبي، بسم الله ما شاء الله على بتاخد احلى لون. الف هنا على قلبكم حبايبي يا رب وقلب كل من شاف، الف صحه وعافيه عليكم. اتمنى الاشتراك في القناه يا حبايبي والدعم بالشير وتفعيل الجرس، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتجيب تختاري الكل، عشان كل ما نزل حاجة توصل لحبايبي حبايب قلبي اخواتي في الدنيا بحال. احلى عيلة في الدنيا حبايبي، ربنا يبارك فيكم ويخليكم. اخوات ام احمد حبيبتكم اختكم او امكم زي ما تعدوني بقى، ربنا يا رب يبارك فيكم وما نحرمش منكم، يا احلى عيلة في الدنيا كلها. كده يا حبيب احلى احلى لحمه مشويه تاكليها بالطريقه دي دايبه زبده. الف صحه عليكم يا حبايب قلبي، الف صحه وهنا وعافيه يا رب. كده يا حبايبي خدت لون جميل اهو ممتاز، بسم الله ما شاء الله عليها ايه من جميع النواحي اهي حبايبي ما شاء الله عليها ما شاء الله. واحلى ورده لاحلى متابعين واحلى حبايب في الدنيا، احلى ورده لاحلى متابعين في الدنيا، ورده بلدي جميله لون فوشيا روعه مع احلى لحمه مشويه. يلا وبكده حبايبي اكون نهيت معاكم الفيديو، ويا رب يا رب انول اعجابكم واكون بقدم حاجه مفيده وحاجه صالحه ليكم وتتعلموا مني من اخت كبيره او صغيره او ام زي ما تعدوني. الى اللقاء يا حبايبي، شرفتوني ونور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. هنعمل النهاردة يا حبايبي محشي المنبار ويا بعض بكل تكاته وحركاته في الفيديو، يلا بينا. دي حبيبي ان شاء الله نطلع المنبار النهاردة نغسله ونعمله مع بعض كده ايه واحدة واحدة. دي حبيبي غسلنا المنبار كله غسلناه، قلبته انا غسلها في العيد بس انا طلعت كل فتحت الدهون اللي فيه بحالها اهي، طلعت اي حاجه مش كويسه فيه وشاكه فيها طلعيها اهي، كل ده طلعته مني. نرجع بقى بنمسكه هنا الحته اللي انت قلبتيها، هقلبها اقلب معاكم كام حته كده الحنفيه ما تاخدش حاجه كده يا حبيبي. قلب المنبار بتبقى كده سريعه ان شاء الله عليك، ثانيه تروح منزله اهي كده. انا فتحت الحاله اهو، فتحت الدهون بحالها اهي، هي الدهون بحالها متفتحه مش مكلكعه في مكان ومش كده، وما تشيليهاش كلها يعني الدهون. هقفل الحنفيه بس عشان ايه اعرف اتكلم. الدهون مش بتتشال بحالها، الدهون بتدي ايه طعم جميل في المنبار، بس بتفتحيها بس ايه تمشي معاك وتسهل معاك في الغسيل. نقلبها بقى تاني اهي، تتسحب لوحدها بسم الله ما شاء الله في ثانية. شوف واحدة تانية ديت انا نضفتها برضه اهي، اهي كحتة منها الدهن بحالها، لو فيها مثلا تبناية مكان الكرش بتاع البهيمة بيبقى ايه، هي دي الكرش المصارين معاها بتبقى الكرشة في ريحها الايه المصارين المنبار ده يعني، فبيبقى في قلبه اكل المواشي يعني ايه الدبنه العفشه الحاجات من دي، ممكن تلاقي في الدهنه دي حاجه ماسكه. فانت بتقلبي طبعا في العيد ده انت بتبقي غاسله السعجل او شارياها من عند الجزار بتوع الحاجه بتاع يعني ان كان بتبقي بيع كوارع بتبيع منبار حاجات من دي المحلات، برضه بتبقى ايه مقلوبه مفتوحه من جوه، من بره الدهن بتاعه الدهن اللي بيبقى بره ده بيبقى مقلوب بحاله كده. فانت بتعيدي على حاجتك بتنضفيها دي حتة اهي انا سايبها عشان ايه اخف الدهن معاكو اهي، اقلبها برضو واوريها لكم الحتة اللي انا سايبها اهي. هتمسكيها تحت المية، اهم حاجة تحطي اهي المنبار تحت المية اهي في ثانية. نجيب سكينة بنفتح ديت الدهنة دي اهي، تاخدي منها ايه تفتحيها، تفتحي الدهون دي كده اهي اهي، تقوم تتفتح معاكي وتدي ايه
ما تبوظش معاك تيجي تحشيه، ما تلاقوش مكلكع كده في قلب المنبار، ما تعرفيش تحشي، ومش تشيليها بحالها برضو، لا هو بيدي للمنبار طعم جميل كده. الدهنه ديت بتخلي المنبار لذيذ، بس تبقي متاكده ان الدهنه اللي جوه نظيفه، اهي 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 دهنه ايه نظيفه ومفتوحه. كده حبايبي اهي، هقلبها بقى تاني تحت الميه، اسهل لو بصابعك او تحت الميه، هي الميه بتسحبها. شايفين اهي اهي نزلت بحالها في ثانيه. كده بقى ايه، نغسله بقى بالملح والليمون، افضي ده كل اللي طلع دي، بس ما نحطوش في الحوض عشان ما يسدش الحوض، انا بغسله بس بره كده في وعاية عشان الحوض ما يتكتمش من الدهون ديت ويغلبه. اي حته اتقطعت منك بقى طلعت ايدك كده في المنباره، بتشيلها بتشيليها بقى عشان كده انفتحت زي دي كده اهي، يعني وانا بعملها انفتحت اهي، انقطعت يعني اتفتحت خالص، فبشيلها ترميها بقى مش هتنفع، قلبي بالراحه كده وتطلعي دهن بره عشان ما تفتحيش منك الايه الحاجه كلها، المنبار كله ما يتفتحش ويتقطع. فديت اهي نفض كده، هنغسل ملح وليمون سوا. صحي بس واشيل بطن كده اهي، وبحالها بسم الله ما شاء الله عليها اهي. كده هغسلها بقى الملح والليمون، فيها اي حاجة برضو هتطلع وتنضف. تمسكيه بحالك كده كده الملح والليمون اهي، بصي بسم الله ما شاء الله يبقى زي البفتة البيضاء ما شاء الله عليه. بس ميه عشان كده نصفي سوا. يا حبايبي ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اهو ما شاء الله كده زي البفته البيض يمين، والف هنا اللي هياكله والف صحه يا رب العالمين. كده حبيبي مسبكين اهو، جاهزين تسبيكته اهي، هنقلبهم ونغسل رزنا ونتوكل على الله مع بعض يا حبيبي. كده حبيبي هنقلب الرز سوا، نجهز الخلطه بتاعته، واحنا كده غسلنا برده المنبر نضفناه حيل، وهننزل بقى نحشيهم سوا ان شاء الله. وبالف هنا يا حبيبي عليا وعليكم وعلى اللي هيدوق وهياكل واللي هيشوفه كمان. هقطعهم يا حبايبي معاكم كده حسب رغبة الايه، كل واحد بقى هو عايز المحشية ولا المنبرية تبقى قد ايه، بتقطعيهم عشان تعرفي تحشي كده. دي بترجع للرغبة بقى، في بيحبها طويلة وفي بيحبها صغننة، ترجع ايه لرغبتك انت زي ما انت عايزة يا حبيبي كده. اكمل بقى اول ما نحشي هوريكم برضو بنحشيهم ازاي ويا بعض واحده واحده.
كده حبيبي هنعبيه. بتاخدي بصوابعك الاثنين دول اهي، تمسكي البوز اهي دي وبتحطيهم اهي، وصابعك ده هو شغال اهي، بتزقي بالصابع، صابعين ماسكين والتاني شغال بيزق في قلبه اهي اهي. اليمة التانية كذلك، صابعينك ماسكين بوز المنبار، وصابع التاني بيعبي بيزق في قلبها اهي. متمليش، تخليها مهوية خالص زي كده اهي. معاكوا برضو واحدة ولا اتنين كمان، بعد كده كمل ونشوف بقى هنعمل ايه. كده حبيبي اهي، كده حبيبي ما شاء الله عليهم خلصتهم تعليهم. هنجهز بقى القعد بتاعهم ونسقيهم سوا ان شاء الله. ماشي، كده حبايبي حطينا مية القعد بتاع المنبار، هنزل عليه الطماطم اهي، فلفل، جزر، بصل، ده بقى ايه دي القعد اللي احنا هنسقط فيه الحاجة ونطعمه برضو ونظبطه له. ومعايا حبايبي التوابل، ملح، قرنفل، فلفل اسمر، ورق لورا، معايا توابل جميع الاكل، معايا مكعبين مرق، معايا قرفة خشب عيدان، ومعايا ورق لورا وفلفل اسمر وكزبره ناشفه مسحوق. هننزل بيهم برده اهي، ديت بالطعم ايه، بسم الله ما شاء الله عليها كده. هنسقطها بقى سوا كده يا حبايبي اهي، بتشيليها اهي 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 يا حبايبي، بننزل بيها وما تقلقي اي شيء، بتلم بوسها ده بيمسك. هوريها لكم دلوقتي بعد ما اسقطها هتبقى ايه شكلها ازاي. اهو يا حبايبي انزلي وما تخافيش، الميه ما دامت غليت او داخله على غليان ما تقلقيش منها خالص اهي. بسم الله ما شاء الله، اول ما بتسقطيها بتروح بوسها لامن بقى وهي بتلمي، فبقول لك ما تمليهاش رز، تمليش المنبار رز، تخليه ايه خفيف كده على اساس انك ياخد وضعه وياخد حجمه وما يبقاش ايه مسحوم منك ويتفرتك. كده يا حبايبي هقلبه بقى معاكم. قلبوا حبيبي اهو، بسم الله ما شاء الله اهي، بتاخد وضعها بقى وبتاخد حجمها وبصها بيسد اهي، تلاقي بصها قفل اهو،
اجيب بس واحد عشان ما تبقاش سخنه اهي. تروح بص اقفل من هنا ومن هنا، هنغطيه بقى. هي كده هتاخد لها ساعه اهي، بسم الله ما شاء الله ساعات ما تقطعها على طول، بتروح لما معاكي واخده الشكل ده كده. هتاخد لها سوى ساعه بقى، غطيها واسيبها ساعه، ساعه الا ربع حسب النوع، يعني ايه الذبيحه ان كانت كبيره او صغيره او سنها يعني. ماشي، المنبار استوى ليه؟ بسم الله ما شاء الله. وهي يا حبايبي انا اعتقد كده يعني لسه عايز له شويه، نشوف كده. عايز شوية عشان الرز من جوه يبقى مستوي كويس. لسه مستليه في حبة كمان، ومسيبه يكمل سوا كويس. نشوف حبة استوى خالص اهو، تك عليه تلاقيه ايه الرز من جوه مستوي، والجلد بتاع المنبار ينقطع في ايدك بسرعه. طلع في المصة تصفى. كده يا حبايبي هنحمره سوا اهو، فتحنا السمنه وهنرصهم يتحمر. خلي بالكوا الرز ده بيبقى يطرطش بقى في السمنه والزيت. اكسر شويه في عيش الفته يعني، ايه حوار الملوخيه كمان برضه. انا كنت بحط ايه اهو، خلصناه من التحمير بسم الله ما شاء الله عليهم بألف هنا. الحبه اللي فاضله دول اتحمروا ما شاء الله عليه اللون الذهبي ما شاء الله يا حبيبي. وبكده يا حبايبي اكون نهيت معاكم فيديو النهارده، يا رب اكون قدمت حاجه مفيده، واتمنى الاشتراك في القناه والدعم بالاعجاب يا حبايبي، والى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله اجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحه واتم خير يا رب. النهارده نعمل ويا بعض عصير برتقال بكل تكاته وحركاته، ونشوفها ويا بعض في الفيديو. معانا يا حبايبي النهارده المكونات جزرتين، ومعايا برتقال، ومعايا سكر. هنقطع الجزر ولا عليهم على البوتاجاز شويه يغليهم، يعني ياخدوا ايه غلوتين كده على معصر البرتقال ده. هولع عليهم اهون يعني ينسلقوا، على ما امسك البرتقال بقى اقطعه واعصره في العصاره زي ما انتم شايفيننا كده. هنمسكها واحده واحده كده، العصاره الكهرباء ديت جميله وبتسهل، لو ما عندكش عصاره كهرباء برده العصاره اليدوي عادي جميله يعني، ويبقى العصير طازه. وبالنسبه للجزر اللي عليه قيمه غذائيه عاليه على العصير اللي انت بتشربيه ده، عندنا الاطفال ما بياكلوش العصير، والجزر ده
وما بيروحش يمته، فانت بتضيفيه على العصاير والحاجات ديت، بيدي لها قيمه غذائيه والطفل بيستفاد بيها والكبير والصغير. مع البرتقال بيدي له لون وطعم وحاجه كويسه جدا يعني، ما بيبقاش فيه اي حاجه. فنعصره حبايبي سوا على ما الجزر ياخد الغلوتين بتوعه، وبعدين هنضيفهم بقى ايه ويا بعض برضو، نضربهم كلهم سوا كده ونضيف عليهم السكر وعصير البرتقال. يعني اي عصاير كده بتروق الدم كده وبتبقى خلي الواحد كده انتعاش يعني، وقيمه غذائيه عالي. ده عصير صافي كده يا حبيبي، برضو هنخلصهم سوا كده عصر. العصارة ما بتاخدش حاجة يعني، في ثواني كده بتعصريهم وتعمليهم حاجة فريش كده عاملاها بإيدك، بعيد عن الحاجات المعلبات. وكل الحاجات ديت موجودة في التلاجة، كل بيت يعني فيه الحاجات دي كلها. وبألف صحة حبايبي، حاجة تبقى إيه مفيدة لأطفالك والأولادك والأهل بيتك كلهم والحبايب كده. بقى هجيب الجزر، جبت الخلاط، هضربهم كلهم مع بعض وضيف السكر حسب الرغبه زي ما انت ايه حابه حاجتك، وهنضربه ونصفيه سوا حبايبي ونقدمه مع بعض كده حبايبي. مفيش اي مشكله فيه ولا اي حاجه، وطعم ما بيبقاش لا مغير في طعمه ولا في ريحته ولا حاجه. وكده اطفالك استفادوا والكبار كمان. الجزر مفيد جدا للنظر وفيه فيتامينات عاليه. هنصفيه سوا عشان تبقى الحاجة برضو كده رايقة وكويسة. وكده حبيبي هنقدمهم سوا، ويا رب اكون دايما كده في التكوب حاجة كويسة ومعلومة كويسة، والفيديو يكون برضو نال اعجابكم، واتمنى الاشتراك في القناة والدعم يا حبايبي كده. ربنا يكبر عيلتي حبايبي كده دايما يا رب، ونفضل سوا كده حبايبي. كده أحلى عصير برتقال يروق دمكم ودمنا يا رب. دمكم واشتراككم في القناة. عيلتي وحبايبي إن شاء الله أكبر بينا. إيه المنظر جميل. ده محمد السيد فسح ويا عمته. دي الحاجة ربنا يبارك لي فيها. أم سمر متدارية تحت النقاب بتاعها. أيوه. ورا الشجرة. أيوه. ازيكم حبايبي عاملين إيه؟ وحشتون، كل سنة وانتم بألف خير. النهاردة الجولة بتاعتنا بقى نمسك الحبايب، ربنا يبارك فيها يا رب ويخليها. وده محمد السيد النهاردة كده عند اخواتي، فهننزل كده جولة في الأرض ما شاء الله. الدور الأخضر هناك كده دور أخضر ما شاء الله عليه كده، يمكن دور عنده بس بتاع جيراننا يعني. هناخد جولة كده وفسحة كده ونزهة، احنا هنغير جو وانتم تغيروا جو معانا برضه إن شاء الله يا حبايبي. وكل سنة وانتم بألف خير وسهل. ومعانا التسالي بقى، الحاجة المصممة جايبة لنا التسالة اهي، أحلى تسالي. معانا لب، معانا يعني حبة حاجات كده نتسلى واحنا في الأرض كده تحت الشجرة. هيبقى إن شاء الله جولة حلوة يعني، الخضرة والحاجات اللي يا حبايب. الحاجة منورة الدنيا. أيوة يا حاجة كده بقول كل سنة وأنتم طيبين بصحة وسلامة. وأنت طيبة يا قلبي، ربنا يخليك يا رب. صحة يا رب. سلمي يا أم مصممة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة. كده يا حبايبي احنا كده إيه ماشيين نازلين الأرض أهو. ده بقى بنزرع، بيزرعوه يا حبيبي على ايه؟ جسر المروه، الحيار، الحاجه يعني الايه اللي بين الحد والحد كده، القنايه ديت بيزرعوا عليها، ده اكل للمواشي اسمه علف. وذره، في ناس بتقول عليه ذره، ده راويه. وده برضو ايه اكل المواشي برضو، ده علف. ده بيقولوا عليه ذره سكري او دراوية، حاجات كده يعني بتنزرع يعني للمواشي. اه عندنا نخل، طارح، والجوافة. بص اللهم صل على النبي، عليها النخلة فيها حبة بلح عز، والجوافاية. بس الجوافة مبين عليها مش صلى على النبي مش مزهرة يعني، لا ده فيها بطاطس في الحارة ما شاء الله. وده الذرة لما نروح يم التقفيريحه كده هوريه لكم كده، الذره هو اخضر كده اللي بنقليه. ودي الحبيبه بقى، حبه حاجات كده يعني ايه، نقعد تحت الشجره بقى ونقزقز لب.
ناكل ايس كريم. والله ما نوصل هنلاقيه ساح. اه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يا حبايبي. دي الشطه الحراقه حمرا اهي اللي احنا بنعملها ايه هريسه شطه. بنحط منها على الاكل، بنحط منها بنعمل حط منها على المش. هريسه الشطه لجميع انواع الاكل. بسم الله ما شاء الله. ما تقطعش يا محمد، ما تقطعش الشطه البارده هي. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. انت كده من هنا هنروح يلا نجيب. الخضرة اهي الثوم بتتحمر بقى من ايه بيبقى حمرا. بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليها يعني. ربنا يا رب يغفر لك. حبايبي بركة خيارة، زرع الخيارة يعني شجرة الخيارة وهي صغيرة اهي لسه ما طرحتش، بس ربنا يبارك لهم يا رب. دي في ارض اخوات، ربنا يرضيه ويبارك له ويحفظه يا رب ويخليه اولاد. حاجة بقى هي تاكل ايس كريم. خدي يا محمد وسمر على الايه ده، حوض المكنة قاعدين كده في الطراوة تحت التوتة والجوافاية ديت. مكنة شغالة اهي تحت التوتة الكبيرة، ودي زرعة الذرة. خش على الشكاية اوديهم بابل دايما عالية يا رب برايه الاسلام اللهم امين. ربنا يا رب كده يصلح حالنا وتشوفوا مدنة الحرم النبوي اللهم امين يا رب. دي مدنة الجامع من البيت. كل سنة وانت طيب. سلم على الجماعة كده وقول لهم يا حاجة عاملة ايه؟ الحمد لله سلام طيبة وانت طيب. سلم على الجماعة. سلم تمام الحمد لله يا وحش. تمام الحمد لله يا عسل ما شاء الله. ربنا يراضيك ويخضر لك ويراضيك ويوسع عليك انت واللي زيك وما ضيعش تعبك يا دي يا محمد اللهم امين. حاجات شويه ميه وتعالى يا عم شايفه روح البيت وادي الكلام ياد هات شويه ميه لعت شهر عايز المكنه دايره يا دكتور. هنجيب المدنه عقبال ابو احمد ما يصلاها في الحرم. دي المدنه يا جماعه ابو احمد والحاج. ابو احمد دي ابن عمتي ربنا يخليه يا رب ويفرحه بمريم وعوض احمد ويخليكي لينا ليا يا حاجه يا رب يا رب. تقطعش باينه هي دي البتنجان يا حبيبه في الشجره. تعملهم سقعه قمت تعمل مسقعه. دي البدنجان
المكبب ها ما شاء الله. في حاجه ما خبرتش من الشطه الخضراء اهي، الشطه الخضراء. ما شاء الله عليها، دي ايه؟ شطه خضراء. احنا صورنا الحمر. بسم الله ما شاء الله. اهو ام محمد بيقول لك صوري الليمون يا عمتي اهو. الشجر هو صغير. دي الشطه ودي الباذنجان يا جماعه. طب بس تعالى يلا اللي كنت بتجيب. الدوره بمحمد السيد، ايه رايك في الدوره يا محمد؟ حلو جميل قوي كمان. يلا قول لهم سلام عليكم بقى واشوفكم على خير. سلام عليكم. اشوفكم على خير يا حبايبي. اشوفكم على خير يا حبايبي. وانت بألف خير يا قلب. اوعى المكنة يا محمد. عادي كده اهو. وحط اللايك، وحط اللايك والاعجاب، والاعجاب والاشتراك بالشير يا حبايب، والاشتراك بالشير يا حبايب. ماشي وكده يا حبايبي، انا عندي جامعتنا بس جبت بيتنا برضه على بعد اهو، كبرت الشاشه وجبته. ان شاء الله يا حبايبي باذن الله نعمل النهارده مع بعض شوبين عصير ليمون كده يروق الدم ويهدي الاعصاب، ونمشي مع بعض واحده واحده كده. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات يا حبايبي: ليمون، هنمسك الليمون كده نقشره، هنقشرها واحده واحده، ومعانا سكر، ومعايا ميه ساقعه، ومعايا عصير فترك. فهنمسك الليمون كله نقشره عشان لو حطينا القشر بيمرر، فاحنا هنقشره كده، نشيل على قد ما نقدر كده، نشيل القشره ونقشر، وبعد كده نقطعهم ونحطهم في الخلاط، بيبقى جميل كده وبيروق الدم كده وبيهدي الاعصاب ويخليك ريلاكس. جربي كده تكوني زهقانه او زهقان اولادك جايين من بره كده، وانت محضره لهم كده كاسين عصير ليمون كده بالطريقه الجميله دي، يشربون بيطلعوا يشربون بره على الكافيهات بالشاي الفلاني والله. ففي البيت هما بياخدوش ولا حاجه، وجميله ميه ساقعه كده وحاجه بتهدي الاعصاب. هنقطع الليمون نحطه في درق الخلاط، نقطعهم. الليمون ما يبقى مظبوط بيبقى طعمه حلو، ونضيف عليهم السكر، ونضيف عليهم ميه ساقعه، وهنضربهم بقى مع بعض. اضربي حلو في الخلاط عشان ايه؟ يدي معاك الفوائد كلها تاخديها العصاره بحالها. وبعد كده هنصفيهم سوا، هنصفيه مع بعض بقى اهو. جميل، بألف صحة يا حبايبي. حاجة كده سهلة وسريعة وبتروق الدم كده وبتخليك ريلاكس وهادي كده. بقى هنحضر الكاسات سوا اهي، هنفضي فيها كده من العصير ده تحت في كل شوب، وهنضيف عليه الحاجة العصير كده بالراحة عشان ايه ما يتجانسش مع بعضه كده، ويديكي ايه مدرجات كده، يديكي ألوان كده جميلة. هتلاقي نازل غامق في فاتح كده، لون الشوب كده يفتح النفس وجميل اهو يا حب. واحده واحده كده بننزل بالعصير كده على على الحاجه اللي اتقهي. بسم الله ما شاء الله لونها جميل ازاي. بألف هنا يا حبايبي، وهنعمل التانيه سوا، وهنعمل واحده كمان تالته كمان. لقينا يعني ما شاء الله الكميه كويسه، تعمل تلات كاسات. احضر كمان كاسه اهو، هنميل الكاس كده بالراحة وتصبي بالراحة كده عشان ما يتجانسش كل نوبة واحدة مع بعض. بألف هنا يا حبايبي، وهننزل عليهم بقى، هنعمل لهم بقى ايه بوكيه كده، حاجة حلوة كده نكرمله كده
هنحط ليمونه، نعمل ناخد منها طرنشات وحته نعناع كده جميله صبحه طازه، وتحطيها كده ما شاء الله يا رب جميله اهو. الف هنا يا حبايبي، احلى شوب ليمون يروق الدم ويهدي الاعصاب ويخليك ريلاكس. الف الف صحه وعافيه يا حبيبي. احلى محشي حمام ده ولا ايه يا ولاد؟ احلى حمام محشي بخلطه الرز، جميله رهيبه وجباره. احلى صباح على احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب ويصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين اجمعين اللهم امين. كده يا حبايبي بننضفها بحالها من الريشه اهو على طول، الحمام ما بياخدش تنظيف يعني ما شاء الله عليه. الف صحه يا رب للي هياكله، يجعله صحيح كده يا رب ويجعل كل ما بين ايديكم صحيح اللهم امين يا حبايبي. يصلح حالكم ويصلح حالنا وحال اولادنا جميعا يا رب العالمين يا رب، تهديهم للطريق المستقيم وتصلح حالهم وتنجحهم يا رب، اللي يتمنوا كل تحقق احلامهم يا رب، اولادي واولادكم واولاد جميع المسلمين يا رب، الدول العربيه والدول الاسلاميه في مصر وخارج مصر حبايبي. هنضف الريش بقى كله كده واكمل. ودي حاجه بعد ما نضفت اهوت بقى هقمع الضوافر اللي بيمسح الصوابع بتاعته دي انا اهي، هقمع الضوافر دي بحالها الصوابع عشان تاخد راحتك وانت بتكتف في الحمام ماشي. هطلع بقى القلب كله جوه كده بيبقى في فيشه، نطلعها ما بنسيبها. كده حبيبي حمرا اهو، بسم الله ما شاء الله عليها اهي الله اكبر. فتحت السمنه، هنزل اقطع فيه، هنزل على البصله والفلفل الوان او شطه حمراء وشطه خضراء، هخلي البصله بقى تتبل وياها تتبل. هنزل عليها بطماطم يا حبايبي اهي شايفهم، هنزل عليهم بالرز ده، الرز يا حبايبي احنا كده مفلفلينه ومطبينه يعني، بس الشوى على الهادي كده الاول. ايه صويا صوص، صويا صوص يا حبايبي هنزل بشويه هنزل بمعلقه طماطم مهروسه حسيت ان يغلوا ايدوا مع بعض كده شوها بشوها حلو. وكده يا حبايبي الخلطه بتاعته هديت خالص اهي، نحشي بقى نعبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ورق اللورة ده كده يا حبيبي، تمسكي الرقبه كده اهي وايدك بصابعك يا حبيبتي كده وايدك ماسكه الرقبه اهي، تعبيها بقى الحجم اللي ايه المهم، ما تزحميهاش عشان ما تتفرتكش برده منك، عشان لو انزحمت بتتفرتك. كتر دي بقى كده اهي يا حبيبي.
حطينا القعد ميه، هنزل عليه بقرن شطه، جزرايه، طماطم، وبصل حسب رغبتك بقى، عايز شويه كمون، شويه فلفل اسمر، ورق لورا كده. حابب الميه غليت كده، غليت بتاع الحمام اهو، هنسلق الحمام بقى كده. شكل الحله دي تصور عليهم ولا ايه؟ يقطعوا ولا يطيروا مننا كده. حبايبي ان شاء الله صار من الحله مغلي اهي، اللي نجيبه بقى ما شاء الله كده. لا برضه كده تمام اهي، يغلوا بقى اول ما يقلبوا كده، ما ياخدوا غلوتين اول ما هديه عليه كده. الحمام طاب ولا لسه؟ عشان كان طاب عشان ما يتفتحش مننا. هنشوف كده هو بيغلي اهو، هنشوف واحده ونشوف اثنين كم استوى، هطلعهم عشان برضو ما يتفتحوش مني واطفي عليه. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. بتشوفي يا الرقبه، بسم الله ما شاء الله استوى. ما تنسونيش بقى باللايكات والشير والاشتراك في القناه يا حبايبي، عشان خاطر الريف وجماله مع ست الحاج. هنشيله كده بقى، هنرص في الزيت، الف صحه وهنا على حبايبي. تمام، محشي بالرز بالخلطه جميله ورهيبه وجباره. اكون قدمت المعلومه صح، واتمنى اشتراككم في القناه والدعم والشير يا حبايبي عشان اكبر بحبايبي. ان شاء الله باذن الله نجهز النهارده مع بعض إيه بابا غنوه. مقبلات الاكل دي من ضمن مقبلات الطعام، فان شاء الله نجهزها مع بعض يا حبايبي بالطريقه واحده واحده كده نمشيها، عشان ايه في ناس برضو بتبقى عايزه تاكله بس مش عارفه مقاديرها او طريقتها. انا بدنجان ومعايا فلفل الوان، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا شبت، ومعايا عصير ليمون، ومعايا خل، ومعايا توابل فلفل وكمون وكزبره وملح، ومعايا زيت، ومعايا طحين. هنمسك البدنجان نفتحه كده كام تفتيحه بالسكينه كده قبل ما نحطها على النار، هفتحها معاك اهو، هي تطلع معاكي على طول كده وتبقى استوت. هحطه على النار اهو، ولحت عليه كده البوتاجاز يا حبايبي اهو، وهقلبه تقليبتين كده، واخش اجهز بقى معاكي الايه الحاجه اللي احنا مجهزينها. معايا فلفل الوان وثوم، فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر وثوم، احطهم في الكبه واحط عليهم التوابل والطحينه. دي الطحينه اهي حبايبي، هحطها على الحاجه اللي احنا هنعملها ديت في الكبه، وهنزل على الطحينه كمان بالتوابل بتاعتنا، فلفل وكمون وكزبره وملح، ومعايا خل، عصير ليمون، ده عصير ليمونه ولا اتنين حلوين كده، ومعايا خل 3 4 معالق خل بيديله طعم، ومعايا التوابل ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه. بتديله طعم جميل التتبيله اللي احنا عاملينها ديت، والمقادير اللي انا عاملاها لكم دي بتديها طعم لذيذ. القشره السمراء دي يا حبيبي زي ما قلت لكم كده بتطرى، تشيليها كده بتطلع، والبدنجانيه طريه وكويسه من جوه. هنضيفها بقى على الخلطه اللي احنا عاملينها سوا، وان شاء الله تلاقوها جميله جدا وطعمها جميل جدا بالف هنا يا حبايبي. اضيفها اهوت، ننزلها بقى ونقلبها كويس. انا لسه معايا الزيت والشبت، ده هينضاف في الاخر بعد ما تقلبها كويس كده بالمعلقه كده وتطحنيها حلو في قلبة الحاجه دي. كده هينزل عليها بالشبت، نحط برضو وتسيبي ايه حبه للتزيين ساعه التقديم. زيت برضو سوا، وهتاكل احلى بابا غنو. نجيب الزيت حطينا زيت اهو، الزيت حسب رغبتك بقى، في ناس بتحب تاكله دايت كده من غير زيت. لحسن ظنكم، واتمنى الاشتراك في القناه والدعم يا حبايبي بالاعجاب.